توفي الفنان الكردي السوري سعيد يوسف في أحد مشافي مدينة إسطنبول عن عمر ناهز 73 بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني دام لأكثر من نصف قرن. وكان يوسف الذي لقب بأمير البسق قد تعرض في الأشهر الأخيرة لوعكة صحية استدعت نقله من مقر إقامته الأخيرة في بيروت إلى إسطنبول لتلقي العلاج. واستطاع الفنان أن يراكم منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي أرشيفا غنائيا هائلا، شكل مدرسة في الغناء تأثر بها أجيال من المطربين في شمال شرق سوريا ورددوا أغانيها التي زاعت شهرتها في المنطقة. ولم تقتصر تجربة يوسف على العزف والغناء فحسب، بل لحن معظم أغانيه، كما لحن لعدد من المطربين الأكراد والعرب مثل سميرة توفيق وسعاد محمد. ناهيك عن كتابة كلمات أغانيه العاطفية والقومية التي تميزت بالبساطة والعفوية، ألف وغنى طوال مسيرته الفنية أكثر من 700 أغنية تناولت قصص محببة عن الحب والفقد والوطن وغيرها من المواضيع التي لمست وجدان المستمع الكردي في مختلف أجزاء كردستان. حاز الفنان الراحل على أكثر من 25 جائزة محلية ودولية تقديرا لأعماله الفنية وجهوده في تطوير الأغنية الكردية والحفاظ على التراث الشفاهي الغنائي الكردي. وأنتجت له منطقة الثقافة والتربية والعلوم عام 1973 في باريس أسطوانة ذهبية تضم تقاسيم وعزفه الفنان، وهي محفوظة حاليا في أرشيف المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس. ومن التكريمات التي حظى بها الفنان الراحل إقامة معهد الموسيقى في النرويج تمثالا له من البرونز، كما أصدرت جامعة سويدية طابعا يحمل صورة الفنان سعيد يوسف. وكان عازف البسق السوري الشهير الراحل محمد عبد الكريم قد أوصى قبل رحيله بإهداء آلة البسق الخاصة به إلى الفنان سعيد يوسف في إشارة رمزية إلى المكانة التي احتلها الراحل في مضمار العزف على آلة البسق. وينسب إلى الموسيقار المصري المعروف محمد عبد الوهاب مقولة خاصة بها الراحل سعيد يوسف إذا علق لدى سماعه معزوفات له بالقول: أصابعه تتلفف حرير، ينبغي أن تلف أصابعه بالحرير. وهو اعتراف بمهارة العزف التي تمتع بها الراحل. ويجمع المتخصصون في مجال الموسيقى أن سعيد يوسف يعتبر من الفنانين المجددين الذين حافظوا على طابع الأغنية الكردية مع لمسات حديثة شكلت مزيجا غنائيا جذابا ومحببا. أقام الفنان سعيد يوسف فترة في بيروت مطلع سبعينيات القرن الماضي، وهو يملك منزلا هناك استضاف فيه العديد من الفنانين والسياسيين، كما استطاع أن يبني علاقات مع الوسط الغنائي والفني في بيروت التي حاز فيها شهرة واسعة. وكتبت صحيفة برلين بوست بأن غناء سعيد يوسف يبعث النشوة والدفء في الأرواح. أما مجلة دير شبيغل الألمانية الأسبوعية الشهيرة فوصفت الراحل بأنه أشبه بالبهلوان الذي ينتقل من لحن إلى آخر. وبرحيل الفنان سعيد يوسف تطوى صفحة مشرقة من صفحات الفن الكردي والسوري الأصيل والمتجدد في آن، لكن أغانيه وموسيقاه ستبقى في الذاكرة إلى أمد بعيد. رحم الله الراحل وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.